everybody برحب بكل يلي عم بيتابعونا وبقلكن أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من هلو بيرو. أخبار تقارير وجولات منوعة منشوفها بحلقة الليلة ومنتعرف عليها تباعا مثل العادة. خلي الهواء لفولينا تتخبرنا بلمحة سريعة شو في عنا قبل ما ننطلق. هاي إليك وهاي لأحضم جمهور هلو بيرو. عنا مواضيع كتير الليلة ومنوعة، خلينا نشوف لمحة ومنرجع لكم. هلا اكيد بدك تقولي لي خلينا ناخذ بريك، ما هيك؟ لا والله هالمره ما كنت بدي اقول شيء، بدي اسال في فقره جديده حبيت اعرف شو هي. هيدي الفقره خليها لبعدين هيك سوربريز. طب ليه؟ انه حابه هلا اعرف، بركي الجمهور حابب يعرف. لا الجمهور ما عليه بينطر، شكلك انت ما فيك تنطري. مظبوط مش قادره انطر، بس اوكي رح بس انه هيك بعطيكي هيك لمحه انه رح تكون من لبنان. هاي صح حلو كل مرة بكون. طيب اوكي بنطر هلا. اوكي لكن خلينا نروح مع بريك وبنرجع لكم. يا هلا شو مهضومه هالكوت، مع انه نكته بس عن جد بتعكس الواقع. هلا شبه انه حدا بيقول لك بعطيك مليون دولار بس انسي اصحابك. دقيقه انه ما بتنسيهم بشرفك، يعني اصلا لو اصحابك اوفيا وبحبوك بيقولوا لك روحي خلص خذي هول المليون ونسي امانتهم. يعني اكيد اصلا هي الكلمه انه تبيعي اصحابك مش حلوه، يعني فيهم يقولوا تنسي اصحابك او تتركيهم، اصلا رح يرجعوا من بعد ما تاخذي المليون دولار مثل الشاطرين رح يدقوا لك ويقولوا لك السهره وين الليله. طب بركي كانت على شرط مثلا انه ما تقعدي تحكيهم بحياتك. لا ما تصعبيها هلا. ما تصعبيها انه فيك تحكيهم هيك من ورا ظهره للشخص اللي بيعطيكي مليون دولار. بيعطيكي مليون دولار ومن ورا ظهره بضل، بس كمان بضل يعني فيها وما فيها الواحد بيفكر. ما هيك حلوه انه مليون دولار انه حرزانه يعني. لكن شو رايك نسال العالم ونسال الجمهور؟ تكون هيدا السؤال الاسبوع. شو رايكم تتركوا اصحابكم تبيعوهم بمليون دولار؟ حلوه. شو بكون جوابكم؟ حلوة منيحة أكيد حلوة. تنشوف شو بدون يجاوبوا، يمكن كلهم يكون جوابهم ذات الشيء. أنا بقول ذات الشيء مليون دولار، يعني هن وأصحابهم جوابهم مليون دولار. حلوة. لكن شو رأيك هلأ ننتقل للفقرة الثانية وشو في جديد؟ إيه أكيد. أول شيء جديد لليلة ماريا هو عن محل اسمه أو 33 تور، اللي هو بيوقع بتريس 37 على أفينيو مورويال. هو هيدا المحل بيبيع سيديات أو فينا نقول ديسك فينيل، وعنده ريونات كبار للجاز، محبين الجاز والروك والهيب هوب. هلا شو بده يعمل هيدا المحل؟ بده يفتح بوابه لمدة 3 أيام من 28 ل 30 مايو. رح يكون الوير هاوس تبعه مفتوح، رح يكون في 15,000 ديسك فينيل و 50,000 سيديات. بتعرفي انه يعني الناس بتحب، لان في ناس بحبوا يعملوا كوليكسيون، في ناس بحبوا يجمعوا هيك حلوين هول القديم. ما هيك لانه قديم انه من هول الديسكات الكبار انه شيء كثير حلو. وبس حبيت اقول لك هالشغله انه بس ب 1 دولار. انت يعني ما هيك كلهم هول كمان الديسك الفينيل القدمة، ما هو اصلا ببيع كل شيء، مثلا ديسكات يوزاجي وديسكات جديده كمان، يعني من كل انحاء العالم انه تصور لحديت وين وبس ب 1 دولار. يعني شبه 3 ايام، احفظوا الدات من 28 ل 30 مايو. 28 ل 30 مايو. رجعي ذكريني لانه عن جد كثير حلو، انا بحب هيك. ايه اكيد. ما هيك فينتج كولكشن اكيد. وانا الليله عندي الخبريه بدي اقول انه معين شريف رح يكون بمونريال ضمن جولته هلا بين امريكا ومونريال. ب 8 ايار رح يحيي حفله بمناسبه عيد الام. أوكي. فاكيد ان شاء الله يكونوا كتار وكلنا بنحبه لما اكيد صوته بعقل كثير حلو. وكمان عندنا في نجوى كرام رح تكون كمان هون ب 15 ايار كمان بدها تحيي حفله، وهي كانت قبل بامريكا وبدها تقطع كمان بعتقد اوتاوا قبل ما توصل لهون على مونريال. فانا بتمنى لهم التوفيق. وبتعرفي هلا بلشوا الفنانين يجوا لهون. ما هيك اكيد راحوا الثلجات صاروا يسترجوا يجوا. قطع البرد وهيك. ما هيك
اوكي لكن عندي بعد خبرية انا مش خبرية انه فينا نقول كمان شيء جديد ايفنت. هيدا الايفنت هو اسمه انفازيون كوكتيل، هي جمعة الكوكتيل بموريال كله درينكات، رح يكون من لو 5 ل 11 ماي، تذكروا منيح 5 ل 11 ماي رح يكون في جمعة كوكتيل، وهي رح يسلطوا الضوء على الميكسولوجيست، يعني رح يكون في بارتندرز، وهيدي رح تقدمها ميد وذ لاف كوكتيل كومبيتيشن ان مونتريال. اوكي شو رح يصير؟ رح يكون في حوالي 20 بار مشترك، وكل بار رح يقدم بارتندرز من عنده رح يعملوا كوكتيل جديد، يعني هن من اختراعهم، رح يكون الكوكتيل فيديت اكيد من اختراعهم، وكل يوم رح يكون في سواري فيستيف بمنطقة معينة. وهيدا بس تقلك شغلة انه هيدا الايفنت او فينا نقول السمان يعني الجمعة كتير مهمة، لانه بتساعد على تطور البارتندرز هون، لانه رح يكون في سيمينار واتولي تكنيك، ورح يكون في ديز اكسبير رح يحكوا عن الار دو لا ميكسولوجي وعن الكوكتيلز وهيك، يعني هيدا الشيء كتير بهم البارتندرز كمان هون. وكمان حبيت خبرك انه هذا الشيء صار مثله تقريبا بلبنان، وهي ضمن دياجيو شوكيس بارتندرز، ما هيك بس هي كانت كومبيتيسيون، يعني منا جمعه كوكتيل هي كومبيتيسيون. شو صار فيها؟ لو 1 افريل اجتمع حوالي 15 بارتندرز، وهي كانت دياجيو وورلد كلاس كومبيتيشن بكابريس، اجتمع حوالي 15 بارتندر من كل انحاء لبنان، كانوا عم يتباروا هم بدهم يخترعوا كوكتيل، اكيد بدهم يعملوا الكوكتيل تبعهم، وكان في جادجز، يعني بدنا نقول الحكام من برا كانوا جايين، عندنا الهيد بارتندر اوف امريكان بار ات سافوي هوتيل بلندن، وهو الجلوبال وينر اوف وورلد كلاس 2010، وعندنا ديفيد ريوس ب 2013، واكيد الشيف مارون شديد. هلا كانوا عم بيركزوا، يعني كانوا عم بحطوا النقط اكيد على طعمة الكوكتيل، اكيد على الحس الفني والابداعي للبارتندر انه كيف يعني بده يخترع هيدا الكوكتيل، كل بارتندر هو منه ما هيك بتحس انه عم يعملوا نفس الدرينك بس بيتغير ما هيك، وبحطوا كمان علامات على الدوزن، يعني على البالانس كيف هو يعني الكوكتيل مدوزن، البريزنتاسيون تكنيك، واكيد اسم الكوكتيل، لان كل بارتندر هو بسمي الكوكتيل مثل ما هو بده اكيد. سو الرابح كان جوني منصور من جانك يارد، واحمد الصغير من بيسترو بار، وكان في رفعت غوستين من سنترال ستيشن، يعني معروفه بس جانك يارد انا كمان ما بعرف صيفيه ما هيك. والربحين اكيد بيشتركوا بجوان، رح ينعمل هو الفينال، وبيتوج الرابح لبنانز وورلد كلاس تشامبيون 2015، وبيمثل لبنان بساوث افريكا لل 7th annual دياجيو ريزيرف وورلد كلاس فينالي 2015. طويل الاسم. ما بالحديث كمان عن الكوكتيلز والدرينكس، كان في فقره هيك حبيت قلت لك انه سوربريز، ما هيك انا قلت اي متى بدك تسالي؟ لا ما بنسى. سو هيدا هلا صار وقتها، لان هيدي الفقره بتحكي كمان عن الدرينكس والكوكتيلز. سو رح ننط على لبنان، نروح هيك على لبنان لمده دقيقه بس تنشوف البارتن بارتندر بلبنان شو محضرنا درينك لليلة. اليوم رح نعمل مارغريتا تيكيلا بيس كوكتيل. الانجريدينت تبعوله 3 سيال ليمون جوس، سيال لايم كورديال، 3 سيال تريبل ساك، 5 سيال تيكيلا. الطريقه اللي بنعملها فيها، اول شيء بنجيب شيكر جلاس فول اوف ايس، بنبلش بالحامض دائما 3 سيال حامض، بعدين لايم، تريبل ساك، اخر شيء تيكيلا. ناخذ شيكر ستانلس، نعمل شيك وتور ات اوفر ايس مع سولت ريم. هدرينك كثير ما
مهضوم هيك، وانه هو البارتندر سريع يعني وهين يعني انه مين ما كان بيقدر يعمله بالبيت انه عادلا اذا عندك الانجريدينتس انه مين ما كان كثير انجريدينتس ما هيك بس هي الخلطه هو كيف بيعملها او هو التاتش تبعه عنده التاتش الشيف بحس انه بالاكل كمان البارتندر هو عنده ما هيك اكيد. كل الاحوال انا بدي اتشكر بيروت نايت لايف للي عم يبعثوا لنا هالفيديوز اللي كثير حلوين، وانا بقول لكم ميرسي كثير عن جد ميرسي. ونرجع هلا مع فقره سوا، هالمره حبينا نسال الناس شو هو البرودوي او الغرض اللي دائما بحبوا يشتروه وبيضل يعني ضروري يكون عندهم بالبيت يعني بالاخص من السوبر ماركت اللبناني، يعني شو هو الغرض اللبناني اللي ما بيتخلوا عنه ودائما بيقصدوا السوبر ماركت تا يشتروه، فانت أوكي. شو هو شو بالنسبه لك اي انا اكيد رح نقل الخبز الخبز اللبناني او العربي ما فينا ما في عروس نتخلى. ما في عروس ما هيك لكن خلينا هلا نشوف الناس شو رايهم وشو كانوا يلا مع سوا. بونجور مدام، شو هو الغرض اللي ما فيك تستغني عنه لما تيجي على سوبر ماركت لبناني؟ سي سورتو لو كافي اكثر شيء البن. في شيء ثاني؟ ايه طبعا في اشياء كثير بس اكثر شيء البن والشاركوتوري والحلويات خاصه ان بو دو تو. شو هو الغرض يلي ضروري تشتريه لما تيجي على سوبر ماركت لبناني؟ والله يعني في أشياء كثيرة يعني بس بصورة خاصة بحب أشتري مثلا طحينة مثلا ممكن مكسرات والحلويات برضو اللحمة قسم اللحمة كمان مرتبة يعني الريسيبي تبعها كويس يعني وما شاء الله المحل عامر يعني مليان. شو هو الغرض اللي ضروري تشتريه لما تفوت على السوبر ماركت اللبناني؟ اول شيء القهوه، نحن بنحب القهوه دائما الصبح وعشيه والظهر قهوه لبنانيه مخلوطه، وفي كمان الصبح اكل الدرويقه معروفه بلبنان منقيش زيت وزعتر وجبنه، وفي كمان كبه كباب مكبكب في فيجيتالين وفي عادي مع لحمه، وعندنا الحومات كمان كبه نيه وكافته نيه وفي اشياء كثير نيه كمان مع اللحمه المشويه دائما، هيدا شغل مثل ما بنعمله لبنان عم ناخده من هون كمان نفس الشيء، وبالاضافه الى كثير اشياء من لبنان جايه معلبات وغيرها مش مقطوع يعني هون بنلاقيها موجوده كمان هون نفس الشيء كانه بلبنان يعني ما في شيء ضايع عنا. بيروت رجع وبذكركم لا تتواصلوا معنا ما إلكم إلا تعملوا لايك للفيسبوك بيج تبعنا تاخذوا كل أخبارنا وتعطونا أخباركم ونتواصل سوا. وهلا خلينا نشوف بولينا شو محضرت لنا بالركوة عنا. يلا أول خبرية لليلة هي عن شرطة دبي. أضافت شرطة دبي على أسطولة تبع السيارات Chasing Cars واللي هلأ بدوم لامبورغيني والفراري والبورش، أضافت كتير حلو، أضافت BMW i8. واو كتير عن جد كتير حلوة، هي الأول سيارة من نوع اللي بتكون صديقة للبيئة إيكو فريندلي. ما هيك ما هي الشرطة بدبي عندهم أسطول خاص Chasing Cars يعني تيلاحقوا المخلفين مخلفين ما بعرف بس هالقد عندهم سيارات ايه. سو الاي 8 هيدي شو بتتميز؟ بيفتحوا بوابها لفوق. ليه؟ لان لها بتفيد كثير الشرطه عندهم لان هيك بينزلوا بسرعه بيقدروا ينزلوا سريع اذا ملاحقين حدا. ودهنوها باللون الابيض والاخضر لدبي يعني ما بعرف اذا نزعوها بس انه اي 8 اكيد انا مالي باخذها لو اخضر او ابيض. يا الله اوكي وليه اختاروا الاي 8 البي ام دبليو اي 8؟ لانه محركه صغير التوربين 3 سلندر الموتور والسياره فيها تنطلق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه بحوالي 4 ثواني بس، دو 0 ل 100 كيلومتر بالساعه
بحوالي 4 سكوند بس مثل الفورمولا 1. ايه والشيء الحلو اللي بيتميز كمان فيها تزيد جمالها للسياره انه ما بتصرف بنزين، يعني بتصرف حوالي لتر ونص للترين بنزين بال100 كيلومتر. يعني شوف الحديد وين، يعني هالخبريه بتجنن، يعني منيحه تما يصرفوا بنزين هيك اذا حدا هداك اياها اكيد، يعني جمال وما بتصرف بنزين وبيوا بيفتحوا. تاني خبريه لليله، ما بعرف اذا كلكم عرفتوا فيها لان هيدا الفيديو انحط على فيسبوك ومحطوط على اليوتيوب كمان. ما بعرف اذا سمعتي فيها بهيدي المدام او المره اللي ظهرت من السياره، كانت عم تتخانق هي وشخص بالسياره وظهرت وصارت تركض على الهاي واي، انه هي ما فيها شيء الواحد يتخانق مع الثاني، بس انه ينزل من السياره ويركض على البيكاري هاي واي انه ما بتصير. سو كان في اشخاص قدروا يصوروا هيدي المدام او هيدي المره هي وعم تتخانق مع هيدا الشخص ونزلت على الهاي واي، وهن اكيد عم يحكوا باللغه الانجليزيه وصاروا يقولوا لها يا مدام انه بتخبسيك السياره وما بعرف شو. وقتها نزلوا الشباك، فتحوا الشباك، هون بتقدري تشوفي بتقدري تسمعي انه المراه عم تحكي والرجال اللي عم تتخانق معه عم يحكوا باللغه العربيه. ما بعرف اذا الناس انتبهوا ما بعرف، صار يقول للرجال ولك عم بيصوروا انه انتبهي، فهي انه ما بهمها تنزل من السياره على الاوتوستراد عادي على الهاي واي، بتروح بتمشي على الهاي واي. بس حبيت اقول لهم للمشاهدين انه هو الشخص حكى باللغه العربيه بس ما كان عنده لهجه لبنانيه، مش لبنانيه، طمن هيدي الدراما مش لبنانيه. بتعرف هي ما بعرف، ما حكيت ما حكيت، يعني فيها وما فيها. اوكي انت خصص لي اخباري، لان انا هلا عندي اوكي بدي وجه تحيه للفنان موسى عطلة، وانا كمان بوجه له تحيه كلنا بنحبه. موسى هلا عم يحيي حفلات بنيويورك، وهو انتقل مؤخرا على نيويورك، يعني بعتقد صار عايش هونيك هيك سمعت منه، وعم يحيي حفلات عم تكون كثير كثير ناجحه وكثير حلوه وموفقه، وانا بدعي له بالتوفيق وبقول لك يا موسى ناطرينك تنشوفك هون بكندا. اكيد اكيد، ليه لا، صرت قريبه لهنا هون، يلا فشخه تجي. وشو رايك هلا نتسمع او نحضر فيديو كليب لاغنيه موسى العصفور الدوري؟ ليكي بس انه هو العصفور الدوري كثير حلوه الغنيه، بس انا بفضل نفس المكان. هي نفس المكان تعرفي كتير حلوة كمان، أنا كتير بحبها حلوة. بس أنا هلأ نقيت العصفور الدوري، بركة بآخر الحلقة هيك إذا قعدت خلاص وعد، خلاص وعد، بنتسمع على نرجع نشوف أوكي نسمع نفسي. وين ما بكون بلاقيك الكل بيتغزل فيك، وانت عينك علي وعم بتشوفي حالك كتير، حاجة تلفي وتدوري مثل عصفور الدوري، الكل بيعرف قدك ياني وقلبك دايب عالاخير. وين ما بكون بلاقيك الكل بيتغزل فيك، وانت عينك علي وعم بتشوفي حالك، مفتوحي بالامان بالامان بالامان، فكرك ما فهمت عليك ما مبين من عينيك، علقاني من زمان يا حرام يا حرام.
بعد العصفور الدوري خبروني انه كنت بالسانترفيل، العصفوره خبرتني انه كنت بالسانترفيل. ايه كنت بالسانترفيل عم دور وحبيت هالمره اعمل شوبينج بس للشباب. واو حبيت هيك نقي كم شغله، نزلنا على السانترفيل برمنا وجبت معي كم. أنا ليلى بدي أحكي عن البوتايز. أوكي البوتايز هن بلشوا يعني بدي أعتمد شوي يعني الهيستوري طبعاً بلشوا بالقرن 17 مع الكروات المرتزقة. الكروات كانوا تيقدروا يربطوا القميص تبعهم لأنه ما كان فيها الزرار وهيك يحطوا مثل الفولار يربطوا. مشيت هالشغلة مع الفرنسوية، بعدين صارت الهاي سوسايتي الفرنسوية غيروها وعملوها كرافات جاية من كروات. اوكي حلوة هالمعلومة. ايه وصارت تتطور ونزل منها البوتايز ونزل منها النكتة. انا امبارح نزلت على السوق وجبت معي كم بوتاي. هو بلشوا رجعوا يدرجوا بعتقد بال 2013 اخر 2013 وال 2014 ايه لانه من زمان ما كانوا درجين وبعدهم ماشيين لهلا، كانوا بس بالايفنتس وبالسيرمون. عم بتلاقي عن جد كتير مهضومه. ليكيها مثلا واحده ما بتلبق مع شميز اذا هو مثلا واحد حابب كتير لابقه مع الابيض كمان. مزبوط ابيض وعم ينزلوا معهم كتير هيك ديزاين واشياء كتير مهضومين مبينه على الكاميرا. ايه ونقيت هيدي كمان الشميز. ها حلوة فوانتي كتير حلوة مزوزة بس حلوة لها بتلبق. بس شوف البوتايز اللي بينحط لها انه مين كان بيقول مثلا هيك شميز تقدري تحطي لها مثلا هيك التعريقة شو مغيرة معرقة مع بوانتيه. بس عن جد صارين عم بيلبقوا كل شيء مع بس مع كتير حلو. حتى فيك تغيري لها فها كتير تعبئة يعني كتير غير عن البوينتيه مثلا روج بس ليبقى معها كتير تعقد. تعرف هو في ستيل شباب بيحبوا يلبسوا هيك ومن زمان يعني بيلبسوا هيك مش من هلا عن جديد. ما بعرف حسيتها هيك مهضومة مع انه ما كتير ها كتير حلوة. ها احلى من هيك كمان يعني بيقولوا كيف بدي البس ما بحبوا يلبسوا على الايفنتس ما هيك من زمان هيك انه بس يلبسوا على الاعراس. وثلاث ارباع الفنانين اذا بتشوف مثلا بالاوسكاريات بكل شيء بالحفلات تبعهم اكثريتهم بتشوفيهم لابسين البوتاي. اوقات عم تلبس مثلا نوار شميز نوار عنوار بتاع ايه عم تكون مثلا ساتان نوار. وتحتى جبت هيدي القميص انا هيدي سبور حبيتها ليكي بتلالي شوي بتلبق هيك لشاب إيه. جسمه حلو هيدي اذا تبكلت بنحط لها إيه بتلبق يعني كتير يعني بتصير ستيلة مع تاي او بلتا ستيل ليكي هيك وبلا التاي هيك بس هتلبق مع الكحلية كمان الكحلية بس ليكي ما رح شيلها البيضة الان فكلهم بيلبقوا. بس انا اذا رجعت لإلي بفضل الشاب هيك بلا بوتا هيك عادية اكيد اذا في شيء فانا مش عارف هلا درجة هي درجة مهضومة بس ما بعرف اذا الكل بيتقبلوها بس كمان هاد بس عم تطلع اذا لبسوا شيء كثير حلوة اذا جسمه حلو هيك وبتجي شوي ضيقة حلوة بتطلع. سو هول هن البوتايز كثير حلوين يعني كنت موفقة بالشوبينج برمت منيح وحبيت احكي عنهم فجبتهم معي. اوكي مرت الجاي للبنات بليز شوبينج للبنات اكيد المرة الجاية رح يكون نشوف على اشياء دارجة للبنات وانا بعتقد هون بالشوبينج خلصت ايه يعطيك العافية كثير قدرت احمل بس كثير حلوين مالك. وهيك بتكون مشاهدينا وصلت حلقتنا لنهايتها. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم واذا عندكم اي ايفنت او اي اخبار حابين تشاركوها معنا ما لكم الا تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج. وانا هلا بقلكم باي. لحظة وين باي؟ انتوا الشاهدين ما وعدتنا انه في نفس المكان؟ لا عن جد نسيت انا بس اقعد لكن هلا بنشوف فيديو كليب موسى وبنلتقى الاسبوع الجاي. stay safe و take care وباي. لا تخافي من كتر العتب تنفترق ما في سبب نحن الهوى علينا انكتب طول الزمان. ما برضى عمرك تحرقي لو ما الهوى فينا بقي
شو السر منرجع نلتقي بنفس المكان. Yeah.